ملابسهم مجانا جاي لعيون السيد، واحنا وياه شو وقت ما يقول لنا طلعوا نطلع، ابقوا باقي منا يمن يخلص المظاهرات. ايه واحنا ندور حقوق، لا الشباب متعينين ولا الاطفال قاعدين ومرتاحين ولا العوائل، وكلها قاعده حواسم حتى بيوت ما عندهم. واني جايبه خسالاتي اشتغل مجانا للمظاهرين. الله يسلمك، رحم الله والدك، يعطيك العافيه.